مثلت هذه المنطقة خلال عقود مضت مركزاً حيوياً وثقافياً وتجارياً، كما أنها شكلت إحدى أهم نقاط التظاهرات الكبرى ضد الحكومات المتعاقبة بعد احتلال العراق عام 2003، وشهدت ساحة التحرير أكبر مظاهرات غاضبة ضد سياسات حكومات ما بعد الاحتلال التي تحصنت في المنطقة الخضراء حيث لا يفصلها عنها سوى جسر الجمهورية.